ولو سأل سائل ما قدر العرب إذا خرج المسيح الدجال وظهرت فتنته؟ عددهم قليل. جاء عند ابن ماجه قال: فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، ويدعى ذلك اليوم بيوم الخلاص. قيل: يا رسول الله، فأين العرب؟ قال: هم يومئذ قليل، وإمامهم رجل صالح منهم، وهذا كما أشارت الرواية الأخرى بأنه المهدي. فيتقدم إمامهم يصلي بهم الصبح، فإذا بعيسى بن مريم ينزل في الصبح، فيرجع هذا الرجل القهقراء ليتقدم عيسى، فيقول عيسى بعد أن يضع يده على كتفيه: صلي فإن الصلاة أقيمت لك.